إذا ذكرت الرقة والجمال، ذكرت الفنانة الراحلة هالة فؤاد صاحبة الوجه الرقيق والفن المحترم التي ودعت الحياة بعد معاناة طويلة مع المرض وبعد قرار مفاجئ بالحجاب واعتزال الفن. من هي هالة فؤاد؟ ولدت الفنانة هالة فؤاد في 26 مارس 1958. والدها هو المخرج الراحل أحمد فؤاد، وتخرجت في كلية التجارة في عام 79. هنا مع والدها المخرج الراحل أحمد فؤاد، الله يرحمها الرقيقة هالة فؤاد. تزوجت الفنان الراحل أحمد زكي وأنجبت منه ابنهما الوحيد الفنان هيثم أحمد زكي، ولم تستمر حياتهما بسبب غيرة أحمد زكي الشديدة فانفصل، وبقى هيثم في حضانة والدته. الفنان القدير أحمد زكي بفرحه وصور نادرة لي مع زوجته هالة فؤاد. ده هيثم أحمد زكي ابنهم، دي صور من الفرح، دي دلال عبد العزيز لعلمين، وهيثم أحمد زكي وهالة فؤاد، صور جميلة ونادرة. تزوجت هالة فؤاد بعديه من الخبير السياحي عز الدين بركات وأنجبت منه ابنها الثاني رامي. هالة فؤاد تتزوج للمرة الثانية، كل الصحف كده، ده الخبير السياحي وأنجبت منه ابنها الثاني رامي. هالة فؤاد في رحلة المرض والحجاب. تعرضت الفنانة الجميلة هالة فؤاد في أواخر عام 90 لولادة متعثرة لابنها الثاني رامي، وكادت أن تموت، وأصيبت بعده بعدة جلطات متلاحقة في ساقها. وعندما فتحت عينيها بعد الولادة وجدت والدتها وزوجها يبكيان، فشعرت أنها كانت قريبة جدا من الموت وأن الحياة قصيرة، واتخذت قرارا بارتداء الحجاب واعتزال التمثيل والتفرغ لحياتها الزوجية وعبادة الله فقط. بعد اعتزال هالة فؤاد بفترة قصيرة أصيبت بمرض سرطان الثدي، واضطرت إلى السفر للخارج للعلاج في فرنسا لمدة طويلة، وعالجت من المرض ولكنه سرعان ما عاودها وبشراسة، ولكنها واجهت المرض بصبر وإيمان وشجاعة غير عادية. ولكن فجيعتها بموت والدها المخرج أحمد فؤاد في أيامها الأخيرة أدخلتها في غيبوبة متقطعة، ونشرت الصحف المصرية خبر وفاتها مرتين، إلا أنه سرعان ما كان يتم تكذيب هذه الأخبار مع الإعلان أن حالتها حرجة جدا. واستمر الأمر هكذا حتى أسلمت روحها إلى بارئها في 10 مايو من عام 93 عن عمر يناهز 35 سنة بعز شبابها رحلت. وقد روى مرة النجم الراحل أحمد زكي: في مرة اتخانقت مع زوجتي وكان صلاح جاهين خارج من المستشفى بعد أن أجريت له عملية في الصدر. ده صلاح جاهين هيروي أحمد زكي موقف ليه معاه: وصعب عليه إني اتخانقت معاها وألح علي أصالحها، لكنني كنت عنيدا وأكمل النمر الأسود. فوجئت بيه يقول لي: تيجي معايا اسكندرية في مشوار صغير؟ ووافقت. وعندما اعترضت زوجة صلاح شاهين على خروجه لأن العملية التي أجراها خطيرة وتحتاج للراحة، قال لها: أنا رايح التلفزيون وهعود بعد ساعة. وأضاف أحمد زكي: ركب معايا في سيارتي وذهبنا للمعمورة، وطرق أحد أبواب الكباين هناك، فتح الباب حماية المخرج الراحل أحمد فؤاد، ووجدت صلاح يقول لي: خش يا مراتك يا ولد وصالح. فوجئت بالموقف، ارتبكت، نفذت كلامه لأنه إنسان غالي علي جدا، وفي أقل من دقيقة لم أجده أمامي. لقد عاد وحده للقاهرة بعد أن ركب عربية أجرة، عاد وهو يتألم من أثر الجهد الذي تحمله على نفسه ومارسه، عاد مشحونا بجسده السمين في عربة. يا لفؤاد ومحمود ياسين، وهنا مع ابنها هيثم، دي صورة نادرة ليها
لشبابها. نشر رامي بركات شقيق هيثم أحمد زكي الصورة الجميلة دي الأربع 28/10/2020 وكتب عليها خطيبتي، ويقال إن هي فتاة تركية بتعيش في لندن. ألف مبروك. وظهر على الجدار صورة هالة فؤاد الله يرحمها، وهنشوف بقى أسرار عن والده وزواجه من هالة فؤاد النجمة المحبوبة. من ناحية أخرى، كشف عز الدين بركات زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد والدة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بعض التفاصيل عن طفولته، مؤكدا أنه كان شقيا جدا ولكنه كان لذيذا بالطبع. وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنجي علي عبر نجوم اف ام، هيثم خريج تجارة وإدارة أعمال ولم يفكر يوما في دخول عالم التمثيل، ولكنه دخله بالتدريج وكان هذا قدره وأحب هذا الأمر. وتابع: أتذكر دائما مواقفنا المضحكة مع بعض، وحتى الأوقات الصعبة اللي عشناها مع وفاة والدته كانت ذكرياتنا جميلة والحياة كانت سهلة ولم يكن في شد وجذب بيننا، وكنت أطلق على والدته بسكوتة. وأكد أنه بعد سفرهما إلى لندن كان دائما على اتصال، وذهب هيثم إليهما هو وجدته وظل معهما لفترة. وأوضح أن أكثر ما أثر في هيثم في طفولته هو جده أحمد فؤاد، والذي رحل بشكل مفاجئ خلال حديثهما فجرا، وكان وقتها هيثم نائم. ولكي لا يشاهد هذه التجربة الصعبة قام بإغلاق عينيه وحمله لشقة شقيقته، ودخل في نوبة بكاء على الهواء قائلا: الموضوع تم بسرعة وغير متوقعة، وكان لدي أمل أن يكون هذا الكلام كذب وحقيقة مؤسفة وشيء يوجع القلب، وأنا فقدت ابني التاني وإن شاء الله في الجنة. ووجه رسالة شكر خاصة للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مؤكدا أنه كان يتمنى المشاركة في استلام الجثمان وأنه وشقيقه قد حرم من رؤيته. وإليكم الآن صور نادرة له، وبعد ذلك نرى الفيديو صوت الصورة. هنا صورة نادرة جدا، هالة فؤاد بالحجاب مع زوجها الثاني عز الدين بركات، وهنا سمير صبري في صورة نادرة لي معاهم، دي صورة نادرة برضو لهيثم أحمد زكي اللي هو اللي على الشمال في الصورة، وعلى اليمين رامي أخوه من والدته، ودي والد هالة فؤاد اللي هو على الشمال خالص وبيسلم على عز الدين بركات في الفرح، وهنا برضو صورة نادرة من الفرح. الله يرحم هالة فؤاد، دي كان بيسميها البسكوتة أو بيدلعها يقول لها يا بسكوتة، هي كانت رقيقة جدا فعلا. دي صور شكرا شكرا.